مشاهدينا الكرام، في بداية هذه الحلقة في من القاهرة واللي بتبدأ معكم من الآن وتستمر لقرب منتصف ليل القاهرة، هيكون لنا فيها أكثر من موضوع بيشغل بالكم دائما المواطن المصري والمشاهد العربي سواء في أي مكان يتابع قناة النيل الأخبار لأنها الأقرب إليكم. خلونا نبدأ بأولى أخبارنا النهاردة في من القاهرة واللي جاءت متناولة زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والقمة التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه القمة التي تعتبر السادسة من حيث اللقاء على مستوى القمة ما بين الرئيسين والثانية التي تنعقد في واشنطن ما بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب. بالطبع ملفات عدة تم التباحث بشأنها سواء فيما يخص الاقتصاد، السياسة، الملفات الأمنية والعسكرية وأيضا الثقافية وتطورات والقضايا اللي بتشهدها منطقة الشرق الأوسط بأزمتها المحتدمة بالطبع على رأسها القضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل لقضية سلام الشرق الأوسط. الرئيس السيسي اختتم هذه الزيارة التي استغرقت يومين للولايات المتحدة الأمريكية وأكد من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل مغادرة واشنطن صباح اليوم أنه تم الاتفاق مع نظيره الأمريكي على تعزيز آليات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف القضايا. وقال الرئيس السيسي أنه على مدار يومين كانت زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مثمرة على كافة المستويات وسعد فيها بمقابلة الرئيس دونالد ترامب. بدوره تحدث ترامب من خلال تغريدته الخاصة أنه له الشرف الكبير في مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البيت الأبيض وأيضا في تعزيز آليات التعاون المشترك ما بين البلدين، وأشار إلى تقديره وتقدير الولايات المتحدة لمصر وشعبها خاصة في ملف مكافحة الإرهاب وأيضا في نشر قيم التعايش وقبول الآخر وحرية العبادة والمبادئ السمحة للإسلام. أخبار مجلس الوزراء نروح لها سريعا واللي كان فيها جولة مجلس النواب وكان فيها ما يخص جلسات الاستماع الشاملة للتعديلات الدستورية المقترحة واللي استغرقت أكثر من أسبوعين بمشاركة أكثر من فئة وممثلين للشعب المصري في داخل أروقة مجلس النواب. دكتور علي عبد العال حرص كل الحرص على الاستماع لجميع المقترحات ووجهات النظر دون مقاطعة حتى يستطيع النواب ومن خلفهم المواطنين التعبير عن قناعتهم بما يقدم في هذه التعديلات، وقال إن الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي اللي هيدليه المواطن في عملية هذا الاستفتاء. أيضا دكتور علي عبد العال قال إن في قناعة شخصية خاصة بي بأن التعديلات الدستورية يجب أن تتم فيما يخص وجود مجلس شورى مرة أخرى بصلاحيات تشريعية واختصاصات واسعة. اتسقنا مع نفس الموضوع وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم على تشكيل لجنة صياغة التعديلات الدستورية المقترحة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، واللجنة المصغرة بتعرض تقريرها يوم الحد القادم مساء على أعضاء اللجنة التشريعية للتصويت عليها تمهيدا لرفع للجلسة العامة للمناقشة والتصويت النهائي يوم الثلاث والأربع المقبلين من نفس الأسبوع. دكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد وممثل الحزب في الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية معي عبر الهاتف، برحب بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم أستاذ المشاهدين. أهلا بيك. آخر ما تم في جلسات الاستماع بشأن التعديلات الدستورية تفضل. التعديلات الدستورية تعديلات تقدم بها مجلس النواب، ومن حق مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط هم الذين يتقدموا التعديلات الدستورية. مجلس النواب لا يملك عمل تعديلات دستورية لكن يملك طلب عمل تعديلات دستورية. أما الذي يملك إقرار التعديلات الدستورية الشعب، الشعب المصري قائد وهو المعلم وهو السيد وهو صاحب السلطة المعتبر. كل دور مجلس النواب أنه يعمل تعديلات ويطرحها على الشعب عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات. التعديلات الدستورية تضمنت مجموعة من المواد، منها مواد تعديل ومنها مواد مستحدثة. من المواد المستحدثة اللي طرحت في الحوار المجتمعي تخصيص كوتا للمرأة 25% من عدد مقاعد البرلمان. وحزب الوفد حسب رؤيته هو حزب ليبرالي، حزب يقبل التنوع وحرية ويعلم ان المجتمع المصري مجتمع ذكوري لحد ما، وشايف ان المرأة المصرية دورها دور جيد جدا سواء في ثورة 30 يونيو او في الاستفتاء الدستور الماضي او في المواقف المختلفة.
بتأدي دورها بشجاعة. والاتحاد البرلماني الدولي الشهر الماضي في جنيف أوصى بأن يكون للمرأة دور أكبر وتمثيل أكبر في الانتخابات المحلية والبرلمانية، وبالتالي حزب الوفد لا يرى غضاضة في إقرار هذه المادة. كذلك المادة الخاصة بوجود نواب للسيد رئيس الجمهورية نفس الموضوع. حزب الوفد يرى أن العبء على السيد رئيس الجمهورية كبير ومتنوع، سفريات خارجية، مشاريع داخلية، وبالتالي وجود نائب أو اثنين أو نائبة ونائب جنب السيد الرئيس وبجواره أمر جيد لتنوع الاختصاصات وتحمل المسؤوليات. بس حزب الوفد يرى أن يكون النائب بملف، ما يكونش نائب على الشيوع، يكون نائب كل نائب يجي بملف معين عشان حتى الشعب يقدر يقيمه بعد كده، لأنه ربما النائب ده يبقى في المستقبل هو الرئيس اللي بعد رئيس السيسي بعد عمر طويل إن شاء الله. وبالتالي حزب الوفد يرى هذا، بس بشرط يكون معاه ملفات. كذلك مجلس الشورى، حزب الوفد يرى أن برلمانات العالم بتخضع إلى أمرين تشريع فيها مجلس نواب ومجلس شيوخ بغرفتين. نرى برضو عودة مجلس الشيوخ بس بشرطين: الشرط الأول أن يكون له اختصاصات تشريعية محددة، الشرط الثاني أن نجد آلية للفصل بينه وبين مجلس النواب في حالة الاختلاف على الاختصاصات. لو الشرطين دول تحققوا في التشريع لا مانع من عودة مجلس الشورى، غير ذلك لا حاجة لمجلس الشورى، بل هيبقى عبء على الميزانية الخاصة بالدولة، وهيبقى مجلس ترضيات لن نجيبه فيها نغطيه أو نديها له مكافأة نهاية الخدمة. دي بعض التعديلات المطروحة، ولو في سؤال اتفضل. أشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد وممثل الحزب في لجان الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية. أيضا لتعريف المصريين في الخارج بهذه التعديلات الدستورية، نظم حزب مستقبل وطن مؤتمر في سويسرا للتعريف بها ودعوتهم لممارسة الحق الدستوري الخاص بهم والمشاركة في الاستفتاء على هذه التعديلات. استعرض أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن خلال المؤتمر المواد المقترحة للتعديل وجدوى التعديلات الدستورية والداعي لها وشرح العائد من هذه التعديلات على مصر والشعب المصري. كذلك عرض المشروعات والإنجازات اللي تمت في الخمس سنوات الماضية وكذا جهود الدولة تجاه المصريين في الخارج، وفتح حوار لاستفسارات أعضاء الجالية في سويسرا حول هذه التعديلات الدستورية. فاصل قصير ونتابع بعده الجولة الإخبارية في من القاهرة. تعديل المقترح مادة 102 تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25%. كتير مننا بيردد شعار المرأة نصف المجتمع، لكن قدام الصندوق بيكون لنا رأيتين، وعلشان مناخ الانتخابات وطبيعتها على الأرض بتضعف من فرصة التكافؤ بين الراجل والست، كان دستور 2014 حريص على إنه يحفظ لهم عدد مقاعد جوه المجلس تمكنهم من توصيل صوتهم. لكن للأسف ده كان لمجلس النواب الحالي بس، يعني لفصل تشريعي واحد، يعني لدورة برلمانية واحدة فقط. طب وبعد كده هيحصل إيه؟ الحقيقة تجربة 90 سيدة في البرلمان وأدائهم المشرف اللي كان محل فخر كل راجل داخل وخارج البرلمان بيخلينا حريصين على استكمال سلسلة نجاحهم، وإن هم يفضلوا موجودين علشان صوت المرأة المصرية يفضل حاضر تحت القبة. وعشان كده في التعديلات الدستورية الجديدة وتحديداً المادة 102 تم التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان للسيدة المصرية الفاضلة. الحقيقة ده أقل تقدير للست المصرية الأصيلة. مين فينا ينكر دورها في كل المجالات؟ مين ينسى دورها على مر التاريخ؟ مين يقدر يتجاهل محاولات العنف ضدها وخصوصاً قبل ثورة 30 يونيو؟ لكن كانت إرادتها من حديد وشايلة بلدها فوق كتافها. علشان صوت المرأة يوصل، التعديلات الدستورية 2019 علشان نكمل اللي بدأناه. انزل شارك. برحب
بكم مرة تانية ونروح في أخبارنا في من القاهرة لجولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة البحيرة اللي كانت صباح اليوم وتفقد فيها عدد من الأماكن داخل المحافظة. ابتدأ دكتور مدبولي الجولة بتفقد الوضع الراهن في بحيرة إدكو وأيضا في مدينة رشيد، واستهل الجولة بزيارة الحديقة المتحفية ومعرض للمنتجات اليدوية وصناعات الحرف التراثية في المحافظة. كذلك دكتور مدبولي وقع توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة لتطوير وتنمية منطقة المثلث الذهبي بمدينة رشيد والمنطقة الساحلية التي تقع على ساحل البحر المتوسط بنطاق المدينة. تفقد الدكتور مدبولي إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة البحيرة، وأكد أن إنشاء المناطق اللوجستية بيقع ضمن أولويات أجندة عمل الحكومة في هذه المرحلة، وكلف وزارة التموين بسرعة العمل على تنفيذ 5 مناطق لوجستية على الأقل تساهم في توفير السلع للمواطنين وبأسعار مناسبة. أما ملف استرداد أراضي الدولة فكانت أيضا من ضمن الموضوعات الموجودة على أجندة رئيس الوزراء اليوم في هذه الجولة، وقال أنه هيحتاج إلى تقرير شهري من الوزراء ومن المحافظين لتقديم التقرير الخاص بتقنين أراضي الدولة والعقود اللي تم توقيعها لتقنين هذه الأوضاع وما تم تحصيله لصالح الدولة. أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مجلس الوزراء، برحب بيك. أهلا بيك، أهلا وسهلا. أحمد، ضعني في الصورة لدولة رئيس الوزراء وجولته اليوم في محافظة البحيرة. يعني بالفعل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في محافظة البحيرة كانت جولة مكثفة شملت العديد من النقاط والأماكن والمشروعات الهامة التي كانت يعني بالفعل قد تفقدها السيد رئيس الوزراء على مدار اليوم. هذا اليوم ملفات عدة كانت على أولوية اجتماع أولوية الجولة، ملف التعليم والذي اعتاد عليه السيد رئيس الوزراء في الجولات الخاصة به في المحافظات المختلفة، وهو متابعة سير العملية التعليمية في المدارس وإجراء الحوار مع طلبة وطالبات ويعني الإثناء والإثناء بشكل كبير على أهمية النظام الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم في النظام التعليمي الجديد، وخاصة فيما يتعلق باستخدام التابلت. أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة خلال هذه الفترة على تنشئة جيل جديد يعني يعتمد على الفكر والتحليل بعيدا عن الحفظ والتلقين الذي كان متبعا قبل ذلك. وعلى هذا يعني وعلى مش هذا الأمر يعني تفقد السيد رئيس الوزراء عددا من المدارس والتقى بالطلاب وأجرى العديد من الحوارات معهم. هناك أيضا العديد من المشروعات والتي أكد السيد رئيس الوزراء بأن هذه الزيارة والزيارات المختلفة التي يقوم بها إلى المحافظات المختلفة لم تكن بغرض يعني إلقاء الضوء على الإنجازات الخاصة بالمشروعات، ولكن الهدف الرئيسي منها هو وضع اليد مباشرة أو إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه هذه المشروعات ووضع الحلول المناسبة لها، وخاصة أنه دائما يرافق معه عدد من السادة الوزراء المعنيين لحل هذه المشروعات، لحل هذه المشكلات التي ربما تواجه تلك المشروعات. المشروعات الخدمية أيضا والمشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كانت من أهم يعني أولويات السيد رئيس الوزراء، حيث قام بتفقد عدد من المشروعات، منها تفقد محطات المياه، هناك أيضا محطات الصرف الصحي، الإسكان التعاوني، هناك أيضا العديد من المرافق الكورنيش الجديد، هناك أيضا فيما يتعلق بمشروع إنشاء ميناء للصيد الأسماك، ويعني أكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بتنفيذ هذا المشروع في المواقيت والمواعيد المحددة له. هناك أيضا فيما يتعلق بملف التعليم الجامعي كانت هناك أيضا جولة السيد رئيس الوزراء شملت يعني جولته أيضا زيارة إلى جامعة دمنهور وتفقد مبنى
كلية الهندسة ومبنى كلية التربية أيضا خلال هذه الزيارة. كانت هناك أيضا زيارة للعديد من المشروعات الأخرى، يعني فيما يتعلق أيضا بملف المستشفيات، ملف الصحة من أهم الملفات التي تولي الحكومة اهتماما خاصة بالإضافة إلى ملف التعليم. فكانت هناك زيارة لسيد رئيس الوزراء لمستشفى رشيد العام، وأيضا تفقد مشروع تطوير وترميم المستشفى. كانت هناك حوار ولقاء مع بين السيد رئيس الوزراء والمرضى، واطمأن منهم على تقديم الخدمات المقدمة لهم وتحسين هذه الخدمات وعن مستوى هذه الخدمات. إذن كانت جولة شاملة في كافة الملفات فيما يخص محافظة البحيرة تحديدا. من الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أشكرك جزيل الشكر أحمد أبو الحسن مراسل النيل في مجلس الوزراء. من أخبارنا المباشرة النهاردة في من القاهرة خبر للبنك المركزي عن التضخم. البنك المركزي أعلن اليوم الأربع تراجع معدل التضخم الأساسي في شهر مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 10.3%، وسجل 8.9% مقارنة بشهر فبراير حيث سجل 9.2%. أوضح البنك أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين تراجع على أساس شهري في مارس إلى 0.5% من 1% خلال شهر فبراير. دعم الاستثمار في مصر كشف عنه رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي عن اعتزام الجهاز لطرح 10 فرص استثمارية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري في إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة في قطاع تجارة التجزئة. أوضح كذلك رئيس الجهاز أن هناك أهمية كبيرة لتوفير فرص استثمارية في قطاع المراكز اللوجستية والمراكز التجارية، واللي نجح خلال الفترة الماضية في توطين حجم استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطي حوالي 9 محافظات. دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انضم إلي عبر الهاتف، برحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. حضرتك عرفنا بجهود الجهاز وكيف يضفي هذا الرونق على التجاره الداخليه ما يفيد في دفع الاقتصاد. اولا جهاز تنميه التجاره هو احد اجهزه وزاره التموين والتجاره الداخليه، ومنوط به هو ضبط الاسواق وان هو يرفع كفاءه السوق ويعظم من قيمه البنيه التحتيه للتجاره في مصر. الامر ده يتاتى أن يكون هناك مجموعة من المناطق اللوجستية على مستوى محافظات الجمهورية. المناطق دي بتقلل حلقات التداول وتقلل من الفاقد وبترفع كفاءة السوق. هذه واحدة. الثانية أن المناطق اللوجستية هي الجهة اللي بتوزع إلى كافة الأسواق والسلاسل والمنافذ. ما قبل 2017-2016 هي ما كانش عندنا مناطق لوجستية، إنما كان عندنا فقط مخازن. المناطق اللوجستية هي بيبقى فيها أنشطة عديدة، سواء أنشطة صناعية أو فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد وخلافه. بتكون في أماكن ارتكاز ليها، وبالتالي بقلل التكلفة للسلعة لأن ما فيش نقل من مكان لمكان. طبعا لأن أنت بتقللي حلقات التداول وبتشيل الوسطاء من منظومة النقل، وبالتالي بتقللي التكلفة بتاعت السلعة، والأمر بينعكس على السعر النهائي للمنتج صالح المستهلك. فإحنا الحقيقة قدرنا إن إحنا خلال الفترة القليلة الماضية إن إحنا يكون عندنا تواجد في ما يقرب من 9 محافظات. العمل يجري في هذه المحافظات في مناطق لوجستية، في بعض المناطق قربنا من الانتهاء منها. وعلى فكرة مش الوزارة هي اللي بتقوم بإنشاء المناطق اللوجستية، إنما الوزارة أو الجهاز ممثلا عن الوزارة في منظومة التجارة هو بيطرح فرص استثمارية لمطورين ومستثمرين للاستثمار لإقامة هذه المناطق بخدمات. نعم. لا، الخدمات احنا اللي بنوفرها، يعني الترفيق مية وكهرباء وصرف بنية تحتية هتبقى موفرة من الوزارة. احنا بنوفرها على رأس الأرض، وبنطرح الفرص دي بنظام حق الانتفاع على حسب فترة الاسترداد والعائد على الاستثمار، فبنحدد حق الانتفاع للمطور قد ايه. فضلا عن هذا احنا بنقوم
باستخراج كافة التراخيص لصالح المطور أو المستثمر نيابة عن الحكومة. وفي بعض المشروعات بندي فترة سماح للمشروع أن يقام، ثم نأتي بالمشاركة من خلال جعل مسبق محدد. يعني اللي عايز يستثمر يا فندم بيتجه للجهاز مباشرة وهو مخول بإعطاء التصريح والأوراق اللازمة لهذا الاستثمار. ده صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. جهود وزارة الصحة في الحملات المختلفة سواء في 100 مليون صحة أو حتى في الحملات اللي طالت المدارس في المرحلة الابتدائية للكشف عن التقزم والأنيميا، أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم الانتهاء من فحص 10 مليون و27 ألف و170 طالب وطالبة ضمن مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية. الإحصائية جت من بداية انطلاق المبادرة في 16 فبراير الماضي وحتى مساء أمس. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد قال أنه تم فحص 1,628,223 طالب وطالبة منذ انطلاق المرحلة والمراحل الخاصة بها، وقال أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت في الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا. تأثير الحرف البسيطة والفنون أيا ما كانت ليها الإحساس الكبير سواء من صنعها أو حتى في دفعها للاقتصاد المصري والدخل القومي للبلاد. حقيقة الحرف التراثية عانت كتير ممكن من مشكلات، لكن اتجاه الدولة في إحيائها مرة أخرى ده اللي بيديها رونق ويديها الاستمرار. حقيقة حاجة المجتمع لفنيين وحرفيين كانت من الأولويات، وتنمية هذه المهارات انطلقت بها المرحلة الثانية من مبادرة صنايعة مصر بمحافظة القليوبية اللي بتبرز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتدريب الكوادر الفنية المتميزة من خلال ورش عمل ومهارات بيتم تنميتها وفق أساليب تكنولوجية يستطيع بها هؤلاء أن يستمروا في هذه الحرف التراثية. ياسين سيف أعد هذا التقرير لمن القاهرة.